نحن هلأ بزمن الكورونا والولاد عم بيسمعوا كتير عن هالمرض، عم بيسمعوا بالمجتمع بحديث الكبار على الأخبار، طبيعي يصير عندهم سؤالات كتير يسألوها وطبيعي يسألوها لأهلهم. من المهم أنه نعرف نرد على هالسؤالات بطريقة ما تزيد القلق والخوف عند الولاد. يلي فينا نعمله أول شيء هو نبلش نسألهم شو بيعرفوا أو شو سمعوا تنقدر نصحح أي معلومة غلط. مهم كتير نقول الحقيقة وما نجرب نطمنهم بكذبة، نقولهم أنه ما في شيء وما في شيء بيخوف، بدنا نقولهم الحقيقة لأنه الولد بيحس. كمان بدنا نستعمل كلمات مطابقة لكل عمر، نستعمل كلمات هينة يقدر الولد يفهمها. كتير مهم كمان نعير قديش بدنا نخبرهم، كمية المعلومات يلي بدنا نعطيهم إياها. إذا أعطينا كتير معلومات ممكن نزيد القلق عند الولد، وإذا ما أعطينا كمية كافية من المعلومات ممكن هو يصير يفتش على الجوابات لحاله ويتخيل جوابات بتخوفه أكتر. مهم لكنا نلاقي توازن بين هالشغلتين ونقدر نعطي الجوابات يلي هو ناطرها. فينا نقول مثلاً إنه الكورونا هو مرض مثل غيره، ممكن يلقطه حيلا حدا، بس هو بيسبب أمراض مشاكل أكتر عند الكبار بالعمر وعند الأشخاص يلي عندهم مشاكل قبل، مشاكل صحية سابقة. العوارض فيها تكون حرارة، سعلة، رشح، صعوبة بالتنفس. تنقدر نخفف القلق عند الأولاد بدنا نركز على الأشياء اللي هن بيقدروا يعملوها، وهالشي بيعطيهم مثل شعور بالسيطرة على المرض، بيخليهم يحسوا انه هن قادرين يعملوا شيء. فينا نقولهم انه فينا نخفف من انتقال المرض، لانه هو مرض بيعدي وبينتقل من شخص للتاني، فينا نخفف انتقال هالمرض بالتباعد. وبما انه هو بيسبب مشاكل اكتر عند الناس الكبار بالعمر يمكن ما لازم نقرب كتير من تيتا او من جده ونحكيهم عن بعيد، نلبس الكمامة، نغسل ايدينا، هيدول كلهم اشياء فينا نعملهم نحنا تنوقف هالمرض ونحنا منكون بهالطريقة اقوى من المرض. كتير مهم انه نضل نسمع للولاد، نسمع لهم شو عم بيقولوا شو عم بيفكروا ونطمنهم، نطمنهم بلا ما نكون عم نخفف من أهمية قلقهم. يعني بدنا نعترف لهم إنه قلقهم بمحله ونطمنهم بأشياء حقيقية، بأشياء بيقدروا يعملوها أو بأشياء نحنا فينا نعملها معهم تا نسيطر أكتر ونحس حالنا واثقين أكتر من إنه نحنا بمطرح آمن بالبيت أو مطرح آمن بالمدرسة لأنه أخدين كل هالاحتياطات اللي حوالينا. مهم نسألهم من وقت لوقت عن قلقهم، شو حاسين، إذا حابين يسألونا شي سؤال، نضل نذكرهم إنه نحن موجودين تنرد على سؤالاتهم، ويكون في بالبيت روتين معينة ماشيين عليها، تيضل في مرجعية بالبيت، والمرجعية هي بتطمن الأولاد.